أي شباب، السلام عليكم. صح الأخبار إن شاء الله كلكم طيبين وكل شيء. يا شباب، في حاجات كده يعني مرات عايز الناس تديها حد، يعني في ناس مرات يعني بيكونوا كبار في السن لكن في العقل بيكون عقل بتاع الشباب. خلينا نتفرج بالفيديو بتاع أخونا ده بعدين نقول يحصل. Calivia, Tinta is smuggling to Europe. Yagamatea. Cayen Juke, go little Tata Payoiana. If we are, would I genate of Copren, would I genate of Colondon, would I genate of Turkey, would I genate of no in the French and England? Yandol is of Europe, Tintigenta is smuggling, Calivia, Tintisho, stop calling them kid. Kawaya and Mother Sakan running. Kawaya, do what we met on any. Imam mana kau jangan mampir dapo. Mereka lom narodan cara ni aja no. Kau jangan kui lom narodan cara. Stop calling them kid. Kau yang jalan jalan macam ni cari kau macam ni. Kau yang cara macam balik lom macam ni. Cuma orang balik lom kau lihat dia. Cuma lihat. Tama. زي ما سمعنا الفيديو شفناه مرات بعض الناس يعني ما بيعرفوا الرطان هو الرطان باه وقال كذا يعني الفيديو اللي قاله كله يعني بيقول انه الشباب اللي قاعدين يقولوا بيه يعني انا ذات خجلان استحسن انه نقول الناس دي جدوا بيه فيا جماعه مرات يعني اذا احنا تجاوزنا الحاجات تجيب نتكلم يعني ننشر صوته ونلبس وكذا وكذا ما حيكون فنستخدمه طريقة منطقية يعني نصلوا لربنا ندعو للرب إنه إن شاء الله يعني ممكن ناقص عمولة ممكن فاقد حاجة في راسه ممكن زعلان ممكن عامل حاجات كثيرة ممكن 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 فيستحسن إنه يروح لحده إذا نحن قلنا خلاص نحط صور في ديسكورد وبتاع وكذا وكذا بيشتغل فيا أخونا ولا يا خالنا ولا يا عمنا ولا يا قريبنا بالسيس في باقي ناس بتفتخر إن أولادها بيجوا رجال أولادهم بيجوا رجال فيهم ما هذا بهار بس بيفتخر إنه أنا ولدي فكر بس طريقة الصح إنه يمشي يطلع بيجي من السودان ولا من جنوب السودان ولا من أسوبي ولا من وين من وين عشان يمشي يزبط مستقبل ويروح يقدر يساعدني فنحن جينا انت بتعرف انه الطريقه اللي انت بتحكي عنه ليبيا وما ليبيا وكذا في كم جبال عندك صومال عندك نيجيريا عندك غانا عندك مالي عندك بنين عندك توغو عندك سودان جنوب السودان ايجيبت ولبنان موروكو ايجيبت تونس الجيريا يعني ناس كثيره يعني بتخش بالطريق فيستحسن انك تحترم وانك ذاتك شنو يعني تنتبه للكلام اللي بتقول يعني أنا ما هي حاجة في بطننا جوجانا نحن نطرش في حاجات كده مرات يعني بنفكر فيها مرتين ثلاث مرات عشان من قبل ما نطرش انت هسي عملت الفيديو ده مثلا انت هسي اشتغل انك انت عزيت ناس ما جاك فشباب يستحسن انه الفيديو ده يوصلوا له وصلوا في بيته ولا في صفحة في ذاته ما خلوه في صفحته وصلوا له لانه يا جماعة نحن اللي سكتنا بكرة تاني هيطلع فيديو تاني يقول خلاص هم كلمة كده حقيقة هيطلع تاني واحد هيعمل كونتين عرفت كده فيستحسن انه يوقف شكرا لكم.